وبعد كده بقى أول البرامج التي ستقومين بإلغائها، مش عايزاها على الشاشة، مش عايزاها في قناتي. برامج ما يطلبوه المشاهدون. ليه؟ أفكر أنه نلاقي طريقة تانية كيف الناس تطلب أغنياتهم. أولاً عم يعلمونا نحن المتصلين لما منتصل، عم يعلمونا نكون ساذجين، طريقة كيف منطلب غنية. شو أخباري؟ بشكرك أكيد يا ريم على اتصالك. وبالتالي الفنان عم يطلع دمه تقيل اللي عم يغني، وما في ذكاء بطريقة كيف منقدم الأغنية. يعني بحسه برنامج كتير كتير شفناه من طفولتنا، ولازم نلاقي له طريقة لتحديثه.